احنا ما كنشوفوش الغريب كما قلت، احنا كنشوفوا ريوسنا الحمد لله. كنبغينا جميع فعاليات الوداد، اللاعبين كسوا ستاف ميديكال تكنيك كلشي، يعني كاع الناس اللي كتبغي الوداد الحمد لله ربي ما خيبناش. مباراه ما كانت سهله، لعبنا ضد فريق اللي حديثا متوج بالكونفدراليه ولعب يعني لعب مباراه رجوليه، والحمد لله قلت لك ما خيبناش، الله وامنا بالحضور ديالنا حتى لاخر الدقائق، والحمد لله خدينا المبتغى، خدينا ثلاث نقاط اللي تخلينا يعني نشتغلوا باريحيه المباراه الجايه. وحتى لحد الساعه يعني حتى حاجه ما تحسمات، حنا كنشوفوا راسنا الفريق يعني الخصم نازم، ما عندناش مشكل يعني نشوفوا راسنا ان شاء الله ونحاولوا نهيئوا راسنا ان شاء الله المباراه الجديده وناخذوا لي 3 بوان، واللي ما يتعطر الفريق اخر وناخذوا البطوله في اقرب وقت ان شاء الله. كما شفتوا دخلنا عزم ورغبنا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي تخلينا غاديين في السكه ديال الانتصارات. جينا لمدينه بركان اننا نحققوا 3 نقاط، وهذا الشيء اللي تاكد علينا. الخصم ما كانش بزاف كما شفتوا، خصم شامبيون دافريك، حنا شامبيون دافريك، يعني كانت واحد الروح بين اللعابه، والحمد لله هادشي اللي تاكد علينا. قدرنا اننا نجيبوا 3 بوان من خارج الميدان ديالنا، وان شاء الله مازال ما درنا والو، باقي ان شاء الله تنضمنوا البطوله ان شاء الله بصفه نهائيه ان شاء الله. وديما وداد. اول حاجه كما قلت نبغي نشكر اللاعبين والستاف واداره ديال الفريق ورئيس الفريق على الدعم، حيت سي ملي كتكون لعبه على ثلاثه الواجهات ماشي سهله. الحمد لله ربحنا بلا تشامبيونز ليغ، ولكن عرفنا كو مازال الشامبيونه كنا حنا من دوره واحد كنا حنا الاولى، وقلنا ما يمكنش خصنا نبقاو مكملين باش نفرحوا الجمهور ديالنا. كما كتشوف ملي كيكون عندك جمهور كبير في العالم كامل تيشجعك وتشوف فين ما كنتي كتلقاه في حال لاعب في تيرانك، ما عليك الا تربح وتهدي لهم هذا الفوز هذا، وتنبغيو نشكروهم وتناديو لهم هذا الفوز.